أحداث ومجريات عملية البحث ورفع الأنقاض مستمرة في كافة المحافظات المنكوبة، واليوم رح نكون مع آخر التفاصيل والمستجدات في محافظة حلب مع مراسل قناة العالم سوريا وسيم تلجبيني. تحية لك وسيم. تحية لك فاطمة، تحية لبشار كمان ولمشاهدي قناة العالم سوريا. يعطيك ألف عافية وسيم. وسيم، يعني ضعنا بآخر المجريات على أرض الواقع ضمن محافظة حلب، تفضل. بشار، حقيقة الوضع بمدينة حلب يعني حقيقة ما في كلام يوصف حالة الناس، الحالة النفسية اللي عايشينها الناس. أنا حاليا متواجد بمنطقة بستان الزهرة، هاي المنطقة إلى الآن هدم فيها ثلاثة أبنية. يعني أصحاب المباني حالتهم بالشوارع، ردود أفعالهم، وبنفس الوقت لجنة السلامة عم تشتغل شغلة، يعني كمحافظة وكلجان سلامة وكفرق إغاثة جاي من دول عربية تآزرنا عم يشتغلوا شغلهم وبيقروا أنه هدول الأبنية بأي لحظة ممكن يتعرضوا للسقوط، فلا بدنا سلامتكم أولا وتكونوا خارج هاي الأبنية، ويعني ما في حل ثاني غير الهدم. بتبشر كمان بمنطقة صخور صار عملية هدم لبنائين، بمنطقة الفردوس مباني كثيرة بحاجة لهدم، ومؤخرا يعني من حوالي دقائق أنا سمعت خبر من مصدر مسؤول أنه بقطاع السريان، منطقة السريان عنا، ممكن يصير هدم لخمسة وعشرين بناء، لكن رح يتم مراجعة هالأمر مرة ومرتين وثلاثة، لأنه أهالي الحي نفسهم والمختار نفسه متفاجئين من الخبر أنه لجان السلامة قالت أنه في 25 بناء بخطر. هدول المباني ما مضي عليهم كثير، الفكرة أنه المباني ما له قديمة، عمرانا ما له قديم، فممكن يكون في هدم ل 25 بناء بقطاع السريان. وسيم، اليوم آلية التنظيم بين لجان السلامة بمحافظة حلب كيف عم بتكون، ومين يعني الأشخاص المسؤولين اليوم عن تحديد فيما إذا كان هذا البناء يعني بحاجة لهدم أو لا؟ فاطمة، حقيقة فرق الإنقاذ والإغاثة الموجودة بمدينة حلب كتار، في عنا من دولة الجزائر الشقيقة، من دولة العراق، الحشد الشعبي، عم يتم تنظيمهم عن طريق لجان السلامة اللي هن بمحافظة حلب. يعني فرق تتوجه لهالحي، فرق تتوجه لهالحي، في بناء بهالحي معرض للخطر، لجان السلامة بتروح على الفور بتعمل فحص للبناء، بيكون معهم مهندسين خبراء، بعد ما ينتهوا من عملية الفحص إما أنه يتقرر الهدم أو لا ما في هدم. فيما يتعلق بسؤالك أيضا عن فرق الإغاثة كيف عم يتم تنظيمها، هذا كله عن طريق محافظة حلب، عم يتم فرق من الهلال الأحمر عم تشتغل من دولة إيران الشقيقة، أيضا مساعدات من دولة إيران الشقيقة متواجدة وعم تنتشر بمختلف أحياء مدينة حلب الشرقية، عم يتوجهوا لمنطقة جسر الحج، الفردوس، حلويات الأفراح. تمام. الشيء بيواسينا بشار وفاطمة، الشيء اللي بيواسينا أنه نحن يعني الدول العربية التفت حوالينا، الناس كلها ملتفة حول بعضها، المبادرات اللي عم يقوموا فيها طلاب المدارس، طلاب الجامعات. وسيم، يعني هيك خلينا نستغل الوقت ونحكي شوي بموضوع، أيضا ذكرنا موضوع المساعدات اليوم، آلية التوزيع كيف عم بتتم، تغطية المحتاجين اليوم لهي المساعدات، هل هي كافية، هل غطت كافة المناطق يلي موجود فيها العيال بحلب؟ تخبرنا تفاصيل أكثر عن هذا الجانب. بشار، هلا ما فينا نقول المساعدات كافية صراحة، لأنه الأعداد المتضررين كبيرة جدا، يعني إذا بدنا نحصي الناس اللي ممكن تخرج من بيوتها وبيوتها تكون قايلة للسقوط نحكي بمليون ونص نسمة. فالمساعدات قد ما كانت متوفرة بمدينة حلب ولأهالي حلب ما رح تكون كثيرة، آلية توزيعهم عم بتتم من قبل كل دولة، يعني الفرق والمساعدات التي تأتي من الجزائر يشرف على آلية توزيع المساعدات وتقديمها حسب كل منطقة بمدينة حلب الفريق الجزائري نفسه، أو إذا كان الفريق فريق إغاثة من دولة إيران يشرف هو على الحالة التي يراها في مدرسة أو في جامع أو في مراكز إيواء.
وسيم حضرتك يعني على تواصل مباشر ومستمر مع أهالي محافظة حلب، اليوم التعاطي النفسي مع الموضوع وكيف عم يتم الإقبال للمساعدة، وحتى في ناحية أنه في عوائل يعني انفرض عليها أنه تخلي لسلامتها أكيد بالنهاية، ولكن أكيد هذا الموضوع ما كان سهل على الجميع أنه يطلع من بيوته. التعاطي النفسي مع الموضوع كيف عم يكون كونك على تواصل مباشر معهم؟ صراحة أنا على أرض الواقع، يعني أنا بمنطقة بستان الزهرة، والحالة النفسية يعني صعبة جدا. ناس أنا قدام الناس اللي قاعدين بالمبنى المجاور للبناء اللي تم هدمه، وعم شوفهم كيف عم يفضوا بيوتهم وكيف عم يتأهبوا لأي لحظة ممكن لجنة السلامة تقول لهم البناء رح ينهدم. حالة سيئة، حالة صعبة، لكن لابد منها. قلت لك يعني عم بيصير إنه لجان السلامة أمام خيارين، إما هدم البناء والحفاظ على سلامة ساكنيه، أو لا قدر الله لا قدر الله أن يتهدم البناء وهو ومن بداخله. لذلك يعني ما بعرف إذا بقدر أخذ حدا من المواطنين هون بمنطقة بستان الزهرة، إذا في موجود حدا أكيد. بصراحة يعني أنا حابب يكون حدا على الهواء ويحكي. أكيد وسيم، يعني اليوم للأسف الظرف صعب، وخاصة يعني على الأسر المنكوبة. يعطيكم العافية. وين بيتك؟ هاي مقابل البناية المنهج. مقابل البناية اللي منهج. طابت. وصلوا لعندكم لجان السلامة؟ لا والله للأسف. هلا مبارحة أجوا. طيب أنا شايف الناس عم تصدي بيوتها، ليش حالة خوف صارت عند العالم، ويا ريت يجي الصحة والسلامة بس يطمنوا العالم مشان توقف حركة الأخلاق. أنا من العالم ما أخليت ومطمن وإن شاء الله ما في شيء. يعني الناس اللي عم تصدي بيوتها خوفاً إنه لو صارت حالة الهد اللي مبارحة صارت، صار ردة خوف عند العالم. وبإذن الله ما في شيء، يعني إن شاء الله من الله يسلمكم. أكيد يعني وسيم بدنا نتمنى السلامة للجميع، لكل شخص. اليوم يعني صعبة اليوم مفارقة المنزل، ولكن الظروف الحالية وحفاظا على سلامة كل مواطن بكل سوريا وتحديدا بالمناطق المنكوبة. اليوم للأسف أنا عم سجل ردات يعني زلزالية وأثار، يعني نتمنى لا تؤثر أيضا على باقي المباني. بدي أتشكرك وسيم. نعم بشار، يوم الأمس شهدت مدينة حلب زلزال حوالي 4.6 درجة كانت هزه امتداديه، وان شاء الله السلامه لنا ان شاء الله. كل الشكر لك مراسل قناه العالم سوريا بحلب وسيم تلجبيني يلي كنت معنا ايضا عبر الهاتف. كل الشكر لك. شكرا لكم.